رفع ايدي بالدعاء أمنية عندي ورجاء المهد اشوفه بكربلاء ونلتقي بصحن نلتقي يلا رافع ايدي رافع ايدي بالدعاء أمنية عندي اي المهد اشوفه بكربلاء ونلتقي بصحن نلتقي اذا ما جاوبني ما اقرا يلا ارفع ايدك رافع ايدي بيت امنيه عندي ورجاء المهد اشوفه بكربلاء ونلتقي يبعدكم ما تملوا مولد رافع ايدي أمنية عندي المهد أشوف أبكار وين نلتقي نلتقي الحسين يلا الخاطر المهدي أخير مرة أسمع منك أمنية المهد أشوف أبكار بلا بكثر ما مشتاق اشوفه ادعي ودموعي جرن وكل خميس اتمنى اني اقعد ببابي الصحة اي على زوار ابو اليمه عيوني بس راقبا بلكي أتبرك وشوف المنتظر ابن الحسن ارفع ايدك شوكت يا يوم اللقاء امنية عندي المهد اشوفه المهد اشوفه بكربلاء ونلتقي يلا رافع ايدي امنية عندي المهد اشوفه وين نلتقي بصحن تعبانين سمعنا رافع ايدي لا ونلتقي رب لا تحرمني من نحسين ومن زيارته أدري بالمهدي وجوده دوم هو بحضرته أي على شباك أبو اليمة بلكي أسمع عبرته بلكي يتحنن علي وحظة أنا بشوفته هي رايد أقرأ لعزاء أمنية عندي ورجاء المهد أشوفه بكربلاء ونلتقي بصحن بدو الإيدك وين الأيادي دعاك الليل رافع إيدي رافع إيدي أمنية عندي المهدي المهد أشوفه نلتقي بصحن بدو صوتك نحس شوق براق الكربلاء بيا عرج ويم ابو اليمه لساني
بذكرى ابو صالح لهج بذكرى ابو اي ربي اللهم عجل صيح اي ربي اللهم عجل كون ازور حسين واسمع قالوا المهدي خرج ويدخل بهيئة ضياء أمنية عندي رجاء المهدي شوفه بكربلاء ونلتقي بصحن الفدوى صوتك نلتقي رافع عيد بالدعاء رافع عيدك ايدك بوي وين صافن وين صافن امنية اي التقي ويا حلمي وشوقي لبروحي كبار كلكم مشتاقين لصاحب الزمان كنا قلوبنا مفطورة على رؤيا ذلك الضياء ذلك النور الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما ماكو واحد عنده حاجة بعد يا صاحب الزمان ماكو واحد يقول مريض نسألكم الدعاء وانطيني ذرية صاحب الزمان موجود بس يدعي له كل الحوائج تقضى إذا قلنا اللهم عجل لوليك الفرج التقي ويا حلمي وشوقي لبروحي كبار وبمخيلتي إمامي إش كثر راسم لصوار إي ليلة الجمعة مؤكد ليلة الجمعة مؤكد يجي المحزوز النحار يجي هيك واتوفق وشوفي بعيني أنا المنتظر بعيني إيش كثر بقلبي عناء أمنية عندي ورجاء المهدي شوفه بكربلاء ونلتقي بصحن الحسين نلتقي ارفع ايدك وصح وياي رافعي أمنية عندي